وحبيتوا بعض. وفضلتوا قد ايه متجوزين؟ لا ما عندناش كتير الحقيقه، بس احنا ايه سيبنا بعض 5 سنين تقريبا الاول، وبعدين سيبنا بعض وبعدين رجعنا لبعض تاني. هو الحقيقه هو سبب يعني سبب الانفصال، كنت صغيره في السن وانا غيوره جدا جدا فوق الخيال، يعني مش عشان انا غيوره من نكد، يعني غيوره حتى علينا على فكره، يعني مش على بابا بس، غيوره عليا وعلى ولادي وعلى دراستي وعلى حياتي وعلى شغلي. انا غيوره، يعني احب اخاف على حاجتي قوي، ولازم ابقى مادام انا بدلها قوي ببقى اهو ده. يعني شايفه يعني ده انت كنت بتبصي له ولا كنت بتبصي؟ اه يا حبيبي ربنا يرحمه. ده جابوا الحاجات دي منين؟ من عندي. طب بقول لك ايه؟ طب ما تحكي لنا عن الصوره دي، فاكراها؟ اه طبعا. ايه بقى؟ كنا سهرانين انا وهو، كنت زعلانه منه على فكره. بجد؟ ايه سبب الزعل؟ يعني برضه شقاوته، يعني ما هو ده سبب شقاوته، سبب طلاقنا. سبب شقاوته ولا انت بتغيري عليه على الفاضي؟ انا بغير قوي. بص لا طب واحده واحده استنوا هناخد الصوره. اه ما كان بيدلعني بقى، ما هو كان بيدلعني عشان على طول على طول على طول هو دايما كان بيغلط. يا جماعه انتوا لازم تجيبوا الكاميرا، لازم تجيبوا الكاميرا عليهم تشوفوا هما بيتكلموا عليه. الله يرحمه. هما دايما كده كانوا يقعدوا يتخانقوا ويطلعوا على فكره، ده لحد يعني ما بابا توفى هما كانوا دايما نير ونير، وانا اجي اخش ما بينهم في النص انا اللي اتشتم، يعني تقولي وانت مالك؟ انت هتيجي النهارده تقولي بعد عشره العمر بابا يا بنت اسكتي خالص ما تسمعش صوتك. يا بابا في ايه يا بابا؟ يعني يا مثلا مره كان بيجيب لها عربيه، فانا هي زعلانه قوي مش عارفه كانت عايزه عربيه نوعها ايه، المهم بيتجادلوا مع بعض، فانا بقول له خلاص بقى سامي ما تجيب لها العربيه وبتاع، خلاص جابها لي انا. قال لي والله العظيم انت اولى منها، اللي هو ده بقى كده. ايوه اول ما بينهم بعض ايوه كان انا مش انا اللي بنتهم جايبيني من على باب جامع مثلا، يعني فاهم ازاي؟ يعني هي كانت الناس بتستغرب ان احنا مطلقين ومثلا يشوفونا سهرانين مع بعض. طب استني كده، يعني قبل ما تكلميني عن الطلاق عايز اعرف الصور دي، احكي لنا عنها سريعا يا فندم. دي عيد ميلاد رشا. ايوه كان في الكاف في السلطان بيبر، كان في نايت كلاب، وكان مصر كلها تقريبا معزومه، يعني كان فيها فنانين كتير جدا. كان فيها يعني كان في شلبي كتير قوي، عادل ادهم ونور الشريف ونوره اهو الله يرحمه. كان كتير قوي، كان احمد زكي وموجود وممكن عمر الحريري. ايوه الله يرحمه. كان في ناس كتير جدا، هي كان متعود سامي يعمل لها كل عيد ميلاد كل سنه في نايت كلاب، ويجيب لها كل فنانين مصر، ولازم يطلع يزف معاها، يعني يعمل زفه. بيعملوا لي زفه كانوا مع بابا، في هتلاقي في صور كمان لو يعني عريس وعروس كان ينجزني ودي عروستي ويعملوا لنا زفه على الستيج انا وهو. دي حقيقه دي حلوه جدا، كان يعني طقس عنده كده كان بيعمل كده. انا كنت دلوعه بوبي جدا بصراحه. طب وهي عامله زيه بقى في ايه؟ في كل حاجه، يعني هي حنينه، بس هي مشكلتها يعني هو حنين قوي هي حنينه قوي. مشكلتها هي انها عندها مغامرة. حب القاتل، يعني بتجيب لي شلل، يعني مثلا واحده عامله حادثه ولسه مركبه الجبس وراح اسوق تاني البايك، نزلت فعلا يا بنتي حرام، وتاخد بنتها وراها قصة. يعني ايه ده؟ انا كنت متجبسه، كنت عملت بون جرافت، خدت عظم من الحوض وحطيته في ايدي واتجبست، ورحت للدكتور قلت له انا عندي رحله هطلع فيها سينا، هلف فيها سينا، انا دي مش هقدر افوتها لان احنا ما بنعرفش نعدي النفق. فقلت له بعد اذنك ممكن بس تقصر لي الجبس؟ قال لي ليه؟ قلت له عشان انا عايزه اسافر اعمل. قال لي ما فيش الكلام اللي انت بتقوليه، انت لسه عامله عمليه بقالك 3 اسابيع. قلت له طيب يعني انت مش هتكسره لي هتقللوا لي يعني؟ قال لي لا. روحت البيت وقمت كسره الجبس ورجع له ثاني يوم، هتقصر لي الجبس ولا همشي بيه مكسور؟ قال لي لا انت مجنونه، انا هقصره لك بس عشان يبقى مظبوط يعني. أما عمله وقمت انا طالعه لفه سينا. مغامره يعني؟ لا هي فظيعه. مغامره. ايه الصور دي؟ ايه الحلاوه دي؟ دي خالتي، الصوره اللي فاتت دي خالتي. ده ممكن احمد زكي الله يرحمه. احمد زكي هو، وكان مخرج اللي جنبه نسيت اسمه الله يرحمه، كان مخرج مهم جدا على فكره. والفنان يونس شلبي. ويونس شلبي ومامي اهي، وانا اهو في الصوره دي. طبعا كنت اقص شعري، كانت اول مره اقص شعري من سنين تقريبا يعني. بقول لك هو كل عيد ميلاد دي خالتي. دي اختي وانا وانا صغنونه وهي صغنونه زي القمر ما شاء الله. كل ده في السهرات دي على فكره، كل ده في السهرات دي. حتى هتلاقي في صور لسامي حاضن اختي قوي، الناس كلها كانت بتفتكر ان هي مراته. لا هتلاقوها هتلاقوها على فكره من ضمن الصور يعني. لو والله موجوده يعني برضو في نفس حواليهم دي انا وبابي. لانه كان بيحبها جدا يعني. ده انت هنا بقى كنت كبرتي بقى. هنا كبرت. كنت اياميها شغاله مضيفه طيران. اول ما رجعنا كمان من استراليا على طول، في صور اعتقد على الاول عندك، اول ما رجعنا من استراليا كان عامل لها عيد ميلاد. طب ما